لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. غايب لك درسين، تدفع غرامة المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه، وأن يجعل لنا ولكم أوفر الحظ والنصيب من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين، وما زلنا فيه في الربع الثاني، وما زلنا مع حقوق المسلم على أخيه المسلم. استدراك فاتنا يعني في المرة الماضية أن نشير إلى قول المصنف عليه رحمة الله عن تلك الحقوق التي يعني انتهينا منها في المرة الماضية. قال: وتشهد جنازته إذا مات. وقلنا وردت في الحديث الذي أشرنا إليه: وإذا مات فاتبعه. ولها أيضا أكثر من رواية، ولا شك أن هذه يعني الإشارة في غاية الأهمية، مما قد يكون له أثر إيجابي علينا جميعا. فمن الحقوق التي للمسلم على أخيه المسلم أن يقوم على تشييعه إذا مات. والتشييع كلمة عامة عند السلف، قالوا تبدأ بالتجهيز، التغسيل والتكفين والخروج بها أي الجنازة من بيتها إلى حيث الصلاة، ثم يعني السير معها حتى يفرغ من دفنها. هذا هو المعنى العام للتشيع، يشمل هذه المعاني. لكن لربما تأتينا بعض المعاني قد يكتفي البعض ببعض هذه يعني المعاني مجتمعة. فمن الناس يعني من لديه ارتباط أو عمل أو يشق عليه أن يأتي على هذه المعاني مجتمعة، فيكتفي مثلا بالصلاة عليها وينصرف. هل سيعدم الأجر؟ لا والله، سيكون له أيضا أجر. لكن لو استطاع أن يعطي هذا الحق مكتملا بهذه الصورة، لا شك الأجر عظيم كما ستسمعون. لذلك هذه الوقفة يعني وإن فاتتنا في المرة الماضية، إن شاء الله نفصل فيها قليلا لأنها من الأهمية بمكان. طبعا النفع من وراء التشيع عظيم جدا جدا جدا، سواء للميت أخيك المسلم أو لأهله أو لك أنت. البعض يقول هذه مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية، من عاشها بقلب وبحضور لا شك سيخرج منها مستفيدا، قد يتعظ بها، قد تتغير مجريات الحياة تماما، قد تكون نقطة تحول في حياته إذا أقبل عليها بنية وبمقصد وإرادة حسنة. من أجل ذلك نتكلم. من أول النفع وأعظم النفع الذي سيعود على المسلم وهو قد مات، ولكن لحظات الفراق التي تتمثل في التجهيز، التغسيل والتكفين، ثم المشي بها إلى حيث الصلاة، ثم بعد ذلك يصلى عليها ثم تشيع حتى تدفن، خلاص هذه لحظات تعتبر يعني لحظات وداع حقيقية له. فمن حقه عليك
أن تغتنم أنت له هذه اللحظات. انتبهوا، متمثلا أنك تقوم باغتنامها لنفسك، لأن الجزاء من جنس العمل كما سنبين. ولذلك اسمعوا هذا النفع العظيم للميت لو أحسن أداء هذا الدور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغبا ومحفزا: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 100 من المسلمين، في رواية من الموحدين، في رواية من المؤمنين، يستغفرون له إلا غفر الله له. بالله عليك، أما تتمنى ذلك لنفسك؟ ما الإجابة؟ أتتمنون ذلك لأنفسكم، أن يغفر لكم في مثل هذا الموطن؟ هكذا لا تحرموا أخاكم أو حتى الأخت المسلمة من هذا الفضل العظيم. في رواية: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 100 من الموحدين، اسمع، يشفعون له إلا شفعه الله فيه. يعني تخيل المعنى، بالله عليك ضع نفسك مكانه، ماذا تتمنى من هؤلاء الحضور الذين أتوا ليشيعوك؟ أن يشفعوا لك، لعل منهم ومن بينهم مقبول الشفاعة. والله لو تعاملنا مع هذا المعنى بإخلاص وبصدق، إن تصدقوا الله يصدقكم، ومن يتحرى الخير يعطى. أنا أنصح نفسي أخواني، هذه مدارس راقية جدا جدا للإفاقة، للانتباه، للتركيز، للاستيقاظ من الغفلة، للاستعداد، معاني إيمانية عظيمة جدا. فقط استشعر أنك أنت الذي في المحمل. ماذا تريد من هؤلاء غير أن يستغفرون لك أو يشفعون لك؟ الله أكبر، معنى في الحقيقة في غاية الروعة والجمال. أما أنت فاسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. في رواية فصلت ما هي كنه هذه الجبال، نوعيتها وصفتها. اسمع، والحديث أيضا عند البخاري تفرد به، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة أو جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، لاحظوا هذه اللفظة سنحتاجها، وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. يا الله، تخيل القيراط الواحد كجبل أحد، تسير معه بالسيارة طول بعرض بارتفاع، تخيل عظم الأجر والثواب. اسمع ماذا قال: ومن صلى عليها، أي فقط ولم يتبعها لظرف لعذر، ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط، أي بقيراط واحد. رواه البخاري. وفي رواية: من صلى على جنازة ولم يتبعها له قيراط، له قيراط. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها وتبعها حتى تدفن، يعني أكمل المسير حتى أدى هذه يعني المعاني الجميلة الراقية المطلوبة. نعم، هذا الحديث فيه إشارة لطيفة جدا، قال: إيمانا واحتسابا. يعني أنا عايزك تركز، مش أي جنازة تروح عشان مجاملة الناس، أو حتى لو قال فلان لم يحضر، أو لترى المشهد وترى الناس، أو لتسديد خانة كما يقولون. لا، لابد أن تستحضر
قضية الإيمان والاحتساب، يعني إيمانا بالله تبارك وتعالى الذي وجهك لهذا الحق، واحتسابا لهذا الأجر العظيم عنده. كل قراط كجبل أحد، كالجبلين العظيمين، الله أكبر. ثم تأمل، يعني مجرد أن تستحضر هذه النية تنال هذا الفضل العظيم. نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما كان طالب علم نجيب، كان خارج الدار التي فيها ابن عمر فأبصر جنازة فدخل يجري على ابن عمر فيقول: يا أبا عبد الرحمن، جنازة جنازة جنازة. يعلم مدى حرصه على اتباع الجنازة. فتأملوا ماذا قال له. قال: انتظر يا نافع حتى استحضر لها نية. مش طالع يجري وخلاص، لا لا، استحضر لها نية. وأنا أقول لك على حاجة جميلة جدا، التشريك في النية في مثل هذا الموطن عظيم جدا جدا. كيف أشرك؟ يعني أن تجعل أكثر من نية في خروجك هذا للجنازة. الأول أن تكون نافعا لأخيك المسلم في وداعه، كما قلنا لعلك يعني تكون مقبول الاستغفار له أو تقبل منك الشفاعة له، فهذا أمر كما سمعت في الحديث الصحيح. الأمر الثاني أن تنوي أنك يعني تثبت أهله، تصبر أهله، تواسي أهله. انتوي هذه النية، يعني رفع الحزن والهم والغم والأسى عن المسلمين من أجمل العبادات المفقودة. أن تنتوي، أن تتحرك لترفع هذا على الناس، شيء راقي جدا جدا جدا. أيضا من النوايا الجميلة جدا جدا أن تنتوي أنت، أن تحرك من داخلك الأحاسيس والمشاعر. أنت فين؟ أليس هذا كان يأكل ويشرب ويمشي ويبيع ويشتري؟ أليس كان صحيحا مقيما معافا؟ مات، لعل الدور عليك. قل لنفسك: التعظي بهذا المشهد، بهذا المحمل، بهذا الميت. خذ العظة والعبرة، من أراد واعظا فالموت يكفي، ومن لم يتعظ في الموت فلن يتعظ ولو تناطح جبال الدنيا بين يديه. قال لك إن المعنى ده جميل جدا. أنت شايف ملامح الغفلة والانشغال ويعني الكسل والفتور يعني نسيان الآخرة، اجعل النية المقدمة عندك بعد نفع أخيك المسلم أن تفيق أنت، أن تتم أنت. لكن أخواني السؤال الآن: كم جنازة شيعنا؟ يعني شباب وفريعان الشباب والصحة والوجاهة والمال والعزوة والمناصب، وماتوا في لحظات. كان يلعب، كان يجري، ما زال مرا من هنا، كان يبيع، كان يشتري، لكنه مات. كان نائما أيقظوه فإذا به قد مات. المهم أنت لابد أن ترتقي لهذا المعنى العظيم، وتجعل هذه موعظة عظيمة لنفسك، عساها أن تفيق وترجع إلى ربها تبارك وتعالى. نعم، من المعاني الجميلة التي في الجنائز، طبعا احنا مش هتكلم عن أحكام الجنائز كتير، وموجودة في أحكام الجنائز للإمام الألباني عليه رحمة الله من أراد أن يراجعها، لكن في يعني تكات كده مهمة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: اتبعوا الجنائز. شوف بصيغة الندب الجميل: اتبعوا الجنائز يا جماعة، امشوا ورا الجنائز، اتبعوا الجنائز فإنها تذكركم بالآخرة، هتفوقكم. حديث صحيح: اتبعوا الجنائز فإنها تذكركم الآخرة. يعني حبذا لو استحضرت هذا المعنى وهذا الندب الجميل لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أحد المسلمين، ماذا قال الصحابة؟ قال: استغفروا لأخيكم إنه الآن يسأل. طيب وانت بتستغفر له في هذه اللحظات وهم يقومون على دفنه؟ طيب ما تحط نفسك مكان، طيب ما تستحضر ان انت اللي ممكن تكون انت في اللحظة دي اللي بيطلب من الناس ان يستغفروا له. كيف ستستغفر لأخيك؟ كأنك انت، كما قلنا: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معنى راقي جدا جدا في هذا الباب.
كذلك يا اخواني يصحى في الجنازة لتعتبر وتتعظ الصمت. مع الأسف الجنازة عندنا كأنها سوق للكلام، ولا يحلو الكلام إلا في الجنائز، والتدخين والغيبة والنميمة والقيل والقال، وناس يتحدثون عن بيع وشراء وعن لعب ولهو، تخيل، وهم في الجنازة، سواء في انتظارها في المسجد وهم يمشون من ورائها. لا لا لا، الجنائز لم تشرع لذلك، ولا كان ممكن نقول له الميت تدفنوا انتوا ميتكم والموضوع خلاص، مش لا، انما جمعنا بهذا الندب الجميل وجعل هذا حق للمسلم على اخيه المسلم لنشهد المشهد كاننا فعلا مستحضرين اننا فيه. لذلك ستكون معاني الاستفادة العظيمة بعون الله تبارك وتعالى. قال الفضيل يعني ابن عياض عليه رحمة الله، اسمع، كانوا إذا اجتمعوا في جنازة يعرف فيهم 3 أيام. عارفين يعني لو حضروا جنازة الأثر بيبان عليهم لمدة 3 أيام، حزن وخوف وخشية وزيادة في الطاعات والقربات ورد الحقوق والمظالم. يا الله، احنا اظن بنكملش، يا دوبك بنطلع كده بننسى كل حاجه، صح؟ يعني مش عايز اقول واحنا ماشيين وراه ناسيين الموضوع، ما بنفكرش ان ده ممكن يكون يعني دور علينا. يقول لك السلف كانوا اذا اجتمعوا على جنازه يعرف هذا واثار هذا على وجوههم لمده 3 أيام، جنازه واحده. وأنت في كل يوم تشيع يعني قريب أو صديق أو جار أو زميل أو صاحب إلى آخر هذه المعاني. فانتبه. ابن مسعود رضي الله عنه في جنازة فسمع رجلا يضحك، فقال: تضحك في جنازة؟ والله لا أكلمك أبدا. كأنه يقول أنت مستهتر، أنت مش مركز، الموعظة دي جات لك يعني في وقت قد يكون نقطة تحول في حياتك، لو اعتبرته التعاط وبتضيعها وبتضحك ومش مستوعب المشهد، مش مستحضر أنك في مكانه، قال له مش هكلمك أبدا، زجرا له ولأمثاله. قال رجل ابن عيينة: وماذا عن السكوت في الجنازة يا إمام؟ إيه علة السكوت في الجنازة؟ يعني في إشارات وفي أقوال مرفوعة وموقوفة ترغبنا في السكوت عند الجنازة عند التشيع. فبيقول له: يا إمام، إيه الموضوع؟ يعني إيه العلة في ذلك؟ فقال رضي الله عنه، اسمع، قال: تتذكر حال يوم القيامة؟ أما سمعت قول الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا؟ احنا عندنا أثر بيقول إيه؟ من مات فقد قامت قيامته. فدي صورة للقيامة، يعني أنت استحضر استحضر، لربما يعني الأمر أقرب إليك من شراك نعلك، ولكنك تغفر. نحن عندنا عقيدة أن الموت يأتي بغتة، وأننا جميعا نوقن بالموت، ولكننا لا ندري متى ولا أين ولا كيف، صح؟ هذا اليقين ينبغي أن يتحول عند رؤية الجنازة واتباع الجنازة إلى بكاء على أنفسنا، على حال، على تقصير، على تفريط، على غفلتنا. وخلاص بقى بنتذكر المشهد، ربما أكون أنا الذي عليه الدور. يعني استحضر هذا المعنى العظيم. يا رب سلم سلم. لذلك أنا لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، لكن أقول لإخواني: ها أنتم قد سمعتم هذه المعاني، فعقدوا العزم عليها أن تأخذوا القرار بإذن الله تبارك وتعالى. مع أي جنازة سنستحضر هذه المعاني ونستصحبها، والله وتالله وبالله سترون تغيرا وتأثرا، ستشعرون بعودة وبانتفاضة.
للأصلح للأنفع بإذن الله تبارك وتعالى. نحن لسنا بصدد شرح أحكام الجنائز كلية، لكن طالما سألت حتى نغلق الباب، لا حرج أن تصلي المرأة على الجنازة، لكن في معزل عن الرجال إذا أتيح لها ذلك، لكن لا يجوز للنساء أن يتبعن الجنازة، هذا الذي ندين به، هو قول جمهور أهل العلم أنها تمشي وراء الجنازة لا، لكن لو أرادت أن تصلي تصلي، لكن لا تتبع الجنازة حتى لا يختلط الحبل بالنابل كما هو الواقع في جنائزنا مع الأسف الشديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أي الحقوق التي للمسلم على أخيه المسلم، لا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا بفعل. رائع جدا جدا، وأقول ولا غير المسلمين أيضا، وسنبين. ثم قال: وأن تتواضع للمسلمين ولا تتكبر عليهم ولا تسمع بلغات الناس بعضهم في بعض، كلام الناس بعضهم في بعض يعني، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض، كلام في الحقيقة غاية في النفاسة والقوة. نقول في قوله ألا تؤذي أحدا من المسلمين لا بقول ولا بفعل، هكذا المسلم، هكذا المسلم الحق لا يؤذي أحدا من المسلمين ولا من غير المسلمين لا بقول ولا بفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللسان إشارة للقول واليد إشارة للفعل، فالمسلم الحق هو الذي لا يؤذي مسلما لا بلسانه ولا بقوله، وكذا لا يؤذي غير المسلم، بل تعدى الأمر عند السلف أن المسلم لا يؤذي حتى الكلب ولا الخنزير، فضلا عن من كرم كما سأبين لك وفضل على سائر خلقه بفضله سبحانه وتعالى. نعم، أولا إذا المؤمن المسلم الموحد من أبشع الذنوب، سماه تبارك وتعالى إثما مبينا، بل سماه بهتانا وإثما مبينا. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني إيه؟ هذه نزلت في المنافقين لما تكلموا عن عائشة وخاضوا في عرضها بغير ما يعني كان، يعني بالكذب بالخداع بإرادة الشر والسوء ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهله لإرباك المشهد لإحداث الفتنة لفض الناس من حواليه. تخيل يعني أي اتهام لأي مسلم، وهذه وإن كانت نزلت في عائشة غير أنها عامة، لا يجوز لمسلم أن يرمي مسلما بما ليس فيه، لا يجوز لا من قريب ولا من بعيد. ده اللي هو الإذاء بالقول، أن أنت تقول في كلمة غمزة لمزة، وقد يكون الإذاء بالقول وقد يكون بالفعل، وأدنى الفعل الحركة الغمزة بس كده بطرف عينك كده، تخيل، لأنه قد يتأذى من ذلك. ولا يجوز إذاء المسلم بحال من الأحوال، الأذى متوقع من الأعداء من المحاربين كما قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ده ديدنهم، دي قلوبهم الخربة ولسنتهم العفنة، كل إناء ينضح بما فيه. ما هو إيش المتوقع من أعداء الدين، أعداء رب العالمين، أعداء الموحدين، غير الأذى؟ هذا أمر طبيعي. فخلي بالك معنى الآيات هنا عند السلف: لو أنت أذيت حد من المسلمين أنت متشبه بهؤلاء كحال الكافرين والمشركين والمنافقين، ترضى لنفسك كده الصفات القبيحة دي؟ إذن احذر أن تؤذي مسلما بأي شيء من ذلك.
اسمع إلى التعليم والتربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. شوف الكلام، يا معشر من أسلم بلسانه، نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام فدخل، لكن لم يفض الإيمان بعد إلى قلبه فأطلق لعن لسانه في المسلمين أو بتصرفاته في إيذائهم، لا تؤذوا الموحدين، لا تؤذوا المسلمين، لا تعيروهم هذا من الأذى، ولا تتبعوا عوراتهم هذا من الأذى، إلى آخر أنواع الأذى. نعم، وقد مر بنا لو تذكرون في حق الطريق لما تكلمنا، قال من حق الطريق إيش؟ وكف الأذى، أن أنت طالما في الطريق ما تؤذيش أي حد بيستعمل الطريق، مسلم أو غير مسلم، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، غني أو فقير، لا يجوز لك ذلك. بل لعله مر بنا لو تذكرون: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، يعني استحق اللعنة لأنه يؤذيهم، زي ما قلنا المرة اللي فاتت بزبلته، بعدم نظفته واهتمامه بحقوق الطريق، بالضجيج، بالصخب، بالصوت العالي كالأقصاد، بالعراك والشجار، بفرش الطريق، إشغال الطريق، حاجات صعبة جدا تكلمنا فيها بالتفصيل. نعم، لعلكم تحفظون حديث المرأة التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إيش؟ صوامة قوامة. أظن يعني مش أحلى من كده، يعني تقوم الليل وتصوم النهار، لكن يا رسول في حاجة واحدة بس، تؤذي جيرانها بلسانها، لسانها زفر شوي، قال إيه؟ لا خير فيها، هي في النار، ده قطع لا ينطق عن الهوى، أذية الجيران في النار. معقولة؟ تعالوا النهاردة شوفوا أحوالنا مع جيراننا وشوفوا وصلنا لغاية فين. والله وتالله وبالله صورة منفرة بكل معاني الكلمة، يعني خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى التفريق الراقي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يا أخي لو عندك إيمان بالله وباليوم الآخر بتؤذي جارك. عارفين يعني معنى الحديث؟ رأيت بعض السلف، يعني قرأت بعض كلامهم، بيقول كلام عجيب، قل ليس أن تكف عنه أذاك، دي سهلة، أنت ما تأذيهوش، لا ده أنت تتحمل أذاه. يا الله، ما هو هيأثم أنه أذاك، بس أنت ما تضبطش على الأذى بالأذى، لا أنت لو عندك إيمان باليوم بالله وباليوم الآخر هتخاف، عامل الحساب اليوم ده وتخشى أن تأتي بحسنات كأمثال الجبال فتذهب لحقوق الناس الذين وقع عليهم الأذى منك سواء بقول أو بفعل. نعم، اسمع هذا الكلام الجميل: حتى من الله عليهم بالمال ومعهم فلوس وبيدوا الزكاة وبيدوا الصدقات وبيصلوا الأرحام، ربنا يعني حذرهم تحذير شديد من الأذى في هذا. الأذى هنا بمعنى المن، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. حتى وانت بتدي، شوف تخيل انت تنفق اهو بتطلع اهو، بس يعني في حتة من كده، هذا المن قد يكون يعني أذى عظيم للآخذ، للفقير، للمسكين، للمحتاج، حينما يراه في نظرات عينك، في تشويحة إيدك، في إعراضك وتديله ظهرك، هذا خطر عظيم جدا، أنت تبطل بذلك، تفسد على نفسك هذا المعنى. ثم أثنى تبارك وتعالى على عباده من الموحدين، قال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. دول باب يده ولا من ولا أذى، خلاص يا جماعة ده هذا فضل الله، هذا مال الله، نحن مجرد أمناء
عهد إلينا أن نخرج القدر المعلوم في الأبواب المعلومة ففعلنا. أروع معاني العبودية ما شاء الله. نعم، تخيل شوف بعض صور الأذى اللي ممكن كتير مننا ما بياخدش باله منها، واحد بيلاحظها كتير جدا في وسط الناس عموما يعني، وحتى الأخوة مع الأسف الشديد. يا ليتنا ننتبه. اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يتناجى. يتناجى يعني يتكلموا مع بعض بصوت واطي كده، اثنين لا يتناجى اثنان دون واحد، معهم واحد هم ثلاثة، فاثنين ميلوا على بعض وقعدوا يتكلموا، هو ممكن يكون ما قصدهمش حاجة ونواياهم حسنة وكلموا في مصلحة فيما بينهم في حاجة تخصهم والاثنين ماشي، لكن الشريعة حرصا على مشاعر الثالث، ومش عارف الثالث ده مين بقى، ممكن يكون أنا وأنت، حرصا على مشاعر الثالث نهت الشريعة عن المناجاة بين اثنين مع ثالث لهما. عشان ايه؟ الشيطان ما يغتنمش الفرصة ويدخل لقلبه، اه ده بيتكلموا عليك، ده بيقولوا عليك، ده مخبين عنك، مش واثقين فيك، بيتهموك كذا كذا، تبدأ بقى النفوس تشيل والشيطان يبدأ يوقع العداوة والبغضاء. يقول صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن. اسمع بقى الخبر الذي كالصاعقة، اسمع، فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن. ربنا سبحانه وتعالى يكره أن يؤذى المؤمن، ومن مين؟ من أخيه. فين الأخوة؟ فين الحقوق؟ كلام غير متخيل في الحقيقة، غير متصور. قال الربيع بن خيثم من أئمة السلف عليه رحمة الله: الناس رجلان، يعني يقول لك الناس ممكن يكونوا اثنين يعني، مؤمن فلا تؤذوه، اوعوا تيجي جنب المؤمن خالص، وجاهل فلا تجاهلوه، ما تستفزهوش، ما ترفزهوش، ما تنكشفوش بالبلدي، احرص عليه، يعني ليس لديه علم او معرفه او مندفع او متسرع او دائم الاحتقان، انت حرصك عليه عشان بجهله ما يقعش في الجاهليه، انك امرئ فيك جاهليه، هتلاقي فيه حاجات تطلع بقى انت مش هتطيقها ومش هتحتملها، عشان كده انت ما تؤذيهوش، لزياده ما تنكشوش يعني بالبلدي كده. حاجه عجيبه الشكل والله ما شاء الله. قال ابن رجب أي الحنبلي: تضافرت النصوص. شو بقى كلام السلف وأهمية كلام السلف وروعة كلام السلف. تضافرت يعني كثرت النصوص والتقت وتطابقت. تضافرت النصوص أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. الله ممكن نأذيه بحق؟ لا، ده بحكم شرعي بمأمور به شرعا وعن طريق أيضا الحاكم، ومش من حقك أنت أن أنت تؤذي حد عشان ما تبقاش فوضى، وكل واحد بقى يقول لك أصل ده عمل وعمل مخالفة الفلان فأنا نعمل، هتبقى هردميسة زي ما بقول، هتبقى فوضى عارمة. ويقول يحيى بن معاذ رضي الله عنه من أئمة السلف: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، يعني خليك حريص ان انت تعطي لاخيك المؤمن هذه الثلاثه. يقول: ان لم تنفعه فلا تضر. ما كنتش هتنفعه ما تضروش عشان ما ينفعش، لان ده في اذى. وان لم تفرحه فلا تغمه، يعني ما كنتش هتفرحه وتبشره وتقول له كلام جميل ممكن يعود عليه بالنفع، يعني على أقل تقدير يا أخي ما تغموش، ما تحزنوش، ما تضايقوش، تعكرش عليه. يا أخواني والله لو حرصنا على دي المعاني لاستقامت العلاقة فيما بيننا ولكانت آسرة ومؤثرة بفضل الله عز وجل. أما الثالثة قال: وإن لم تمدحه، يعني بخصال الخير، بأعمال الخير، أعمال البر، ويستحب في غير وجهه فلا تذمه، يعني لأن ده مخالف للمعاني التي مرت بنا. وأنا أقول: وحتى غير المسلم لا يجوز لك أن تؤذيه، لا بقول
ولا بفعل ولا حتى بإشارة. يا الله، لأن دي أخلاقك كمسلم، دي سلوكياتك كمؤمن كموحد. أنت لا تؤذي أحد. اسمع معنى في منتهى الروعة والجمال. يرفع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا من ظلم معاهدا، المعاهد الذم الكتابي ماشي، حتى قد يكون مجوسيا أو غيره، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه. مين المحامي بتاعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيكم في السلوك ده لو تعاملنا به مع غير المسلمين؟ آسر والله، والله مغير، والله يا أخواني يعطي رسالة إيجابية شيء راقي جدا. ناس تقدر هذه المعاني، الأخلاق آسرة، السلوكيات آسرة، فاغتنم هذا المعنى العظيم. نعم. طيب، في الحديث: من آذى ذميا فقد آذاني. ينهر أبيض، من آذى ذميا فقد آذاني. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع له الأثر. يعني احرص على أن تكون رسالة إيجابية، دعوة صامتة بدون تفريط ولا إفراط. مع احتفاظك بعقيدة الولاء والبراء، أنت مطالب بالبر والإحسان وبعدم الإذاء أو تحميله ما لا يطيق أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس. دي رسالة دعوية، أنت كده بتوجه له رسالة، حاجة على أعلى مستوى كما يقولون. نعم. لكن ماذا لو أذيت أنا وأنت؟ وهذا وارد، نحن لسنا أكرم على الله من الأنبياء والرسل. تعرضوا الإذاء ولا لا؟ أوذوا أذى شديدا، ولا عندكم كلام غير كده؟ أليسوا هم الذين عانوا مع أقوامهم وفعل بهم ما فعل؟ فمنهم من قتل، ومنهم من هجر، ومنهم من صودرت أمواله، ومنهم من كذب، ومنهم ومنهم ومنهم. أليس هذا من الأذى؟ سبحان الله. فإذا أذيت فاصبر، إذا أقصيت فاصبر، إذا ظلمت فاصبر. الصبر على الأذى بنية صالحة باحتساب الأمر لله سيكون في موازين حسناتك بإذن الله تبارك وتعالى. مش ضعف، مش خور، مش خوف، مش جبن، لكن حسابات ومصالح ومفاسد. فالصبر بفضل عز وجل على الأذى لا شك إما أن يكون لدرجة لن تبلغها إلا بهذا الأذى، دي حاجة عالية خالص، أو لربما لتكفير سيئات وذنوب قد وقعت منك، فعليك أن تصبر وأن تحتسب. نعم. عندنا الأثر الحديث الجميل، اسمعوا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. حاجة عجيبة الشكل، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أي له، لأن هم بيؤذوه بيصبر، لأن هو حريص عليهم، عاوز يدعوهم، عاوز يأخذ بأيديهم، عاوز ينهيهم عن المنكر، عاوز يأمرهم بالمعروف، فيؤذى فيصبر وما يتمعرش وما يزعلش وما ينتصرش لنفسه، ما يشمتش، ما يتشفاش، ما يصفيش حسابات، لأنه صاحب رسالة، صاحب منهج، صاحب دين. حتى لو أوذي أمر طبيعي جدا. أنت فين؟ الأنبياء والرسل وقع لهم ما لا يخطر لك ببال. ثم أن الشريعة، القرآن والسنة، بيّن معاني تدل على أن هذا ناتج عن أذى قد وقع. زي أي مثلا؟ زي الدعوة للعفو، مش كده؟ فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني يا جماعة، أنتوا بتحبوا أن ربنا يعفو عنكم ويغفر لكم ولا لا؟ إذن لتعفوا عن من أذاكم. الصديق أوذي في ابنته الصديقة عائشة رضي الله عنها، وتناقل الخبر مع من تناقله، مصطح ابن أثاثة قريب للصديق، تخيلوا، قريب للصديق،
شيء عجيب جدا. فالصديق كبشر مش معصوم، أقسم ألا ينفق عليه، بس هو ده رد الفعل، قال خلاص أنا همنع عنه النفقة، اللي بيتكلم في عرضي وخذ في عرضي. قد تقول أنت والله ده في حقه، وده أذى شديد جدا، تخيل المعنى. فتنزل الآيات، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أنت أذيت، لكن لو كان منك العفو فأجرك على الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظه قادر على أن يمضيه ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. قال لك ده نتيجة كظم غيظ على أذى، في أذى حاصل. لذلك احرص أن تكون ممن يتعاملون مع هذه المعاني بهذه الطريقة البديعة. طبعا باقي الكلمات تحتاج إلى يعني وقفات أخرى، لكن معنى الليلة وقد شرفنا في هذا المكان بعض تجار العامرية الأفاضل الذين نحبهم في الله، وقد أرسل سؤالا يسألون فيه عن الربا ويريدون توضيحا فيه، لأن الأمر قد عمت به البلوى. ولذلك يعني سنقف وقفة مع هذا المعنى سريعا لنفتح المجال للأسئلة في هذا الباب، عسانا نستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. الربا يا أخواني من أكبر الكبائر التي نزل فيها الوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى، والذي ورد مرتبا في الدنيا حال حياتك، وفي الحياة البرزخية وأنت في قبرك حال بعثك، وفي الآخرة عند الله في نهاية المطاف، بأدلة شرعية عظيمة قوية تبين، والمؤمن بالإشارة يفهم يعتبر ويتعظ ويأخذ بأسباب نجاته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. السلف بيقولوا يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كفوا عن الربا، هذا إن كنتم من المؤمنين. لأن صنيع المؤمن إذا نودي عليه من رب العالمين كان أمر يقول انتهينا ربنا، وإن كان يعني أمر بفعل يقول سمعنا وأطعنا، هذا شأن المؤمن. وعليه فمن لم يسمع يطيع للنهي عن الربا فقد أوقع نفسه في حرب مع الله عز وجل ومع رسوله، ومن له طاقة بذلك؟ طيب وما هي مغبة هذه الحرب؟ اسمع القرآن يحدثك، النتيجة محسومة ومعلومة بالنص القرآني. قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق محق لا يبقي شيء. وفسر صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا الحديث ما تعامل أحد بالربا إلا وكان عاقبة أمره إلى قل أو قلة، لازم في الآخر يفلس. سبحانك ربي، هذه إشارة لا تحتاج إلى كلام. وقال أهل العلم وحسبنا أن من تعامل بالربا أو من تواطأ على التعامل بالربا حتى لو لم يكن معطيا أو آخذا ولكن كتب أو شهد كلهم سواء، تعرضوا للعنة من الله تبارك وتعالى ومن ملائكته ومن رسوله. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. طيب التاني ما خدش، ده كاتب بس، ده كاتب فقط، انتبهوا. والتاني لا ادى ولا خد، مجرد شهادة فقط. هؤلاء جميعا لعنوا في هذه العملية التي يعني تدل على رفض الأوامر الربانية. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا يعني ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هم قالوا لا لن نذر،
مش هنسيبه، مش هنقدر نعيش من غيره. فكانت هذه اللعنة والعياذ بالله تعالى. أيضا قالوا حسبنا أن أثار الربا في الدنيا هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من المذلة والهوان والضعف والخور، بل هي السبب في تسليط الأعداء وفي حصول البلاء والغلاء وما يعاني منه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، تخيلوا يقدم هذا الذنب على غيره. العينة دي نوع من أنواع الربا، أن أنت بتشتري السلعة من التاجر بالتقسيط وتكتب الأوراق وحضرتك تمضي وتجيب زوجتك تمضي وتجيب اثنين شهود يمضوا، ثم تقوم ببيع هذه السلعة على نفس التاجر. خدتها بعشرة بتبيعها بسبعة بثمانية، تأخذ الفلوس وتقسط أنت العشرة. هذا يسمى عينة، هذا من أبشع صور الربا المنتشرة في أوساطنا الآن مع الأسف الشديد. اسمع: إذا تبايعتم بالعينة، يا ربي سلم سلم، ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد. يعني إيه المعنى باختصار شديد؟ تبايعتم بالعينة يعني اشتغلتوا بالربا وخلدتم إلى الدنيا، يعني رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، زراعة وشغل وتجارة وصناعة ماشي، ونسيتم الآخرة، ونسيتم أن تجاهدوا في سبيل رفعة راية لا إله إلا الله ونصرة دين الله، شغلتم عن هذا. إيش النتيجة؟ وتركتم الجهاد، إلا سلط الله عليكم ذلا. المصيبة لن يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو قال لن ينزع عنكم حتى ترجع إلى دينكم. مش ممكن الذل والهوان والضعف وهذه الحالة التي يشتكي منها الجميع ترفع إلا بالنزع، إلا بالترك، أي للربا، أي للخلود للدنيا، أي بالرضا بها ونسيان الآخرة. لابد أن تعودوا إلى الله تبارك وتعالى يرفع عنكم. والآيات والأحاديث في الباب كثيرة جدا جدا، لكن يعني المؤمن بالقليل من الأدلة السمعية يتعظ ويعتبر. شوف: لعنة الربا تراحق صاحبها حتى في قبره حال بعثه. اسمع، قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، أي من قبره عند البعث، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. زي مين؟ زي المجنون فاقد العقل والصواب، لأنه رأى جرم صنع وعاين ذلك في قبره، والقبر يكون من معك فيه غير جليسك، وجليسك الربا، فكيف تكون الحالة؟ أول ما يبعث، يبعث كالمجنون يتخبط، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. تخيل المشهد، أترضى لنفسك ذلك؟ أتحب لنفسك ذلك؟ إذن دع، إذن أقلع، إذن توب إلى الله، والله لن تموت جوعا ولن تضيع. رسول الله يقول لك في الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو سبت حاجة لربنا، ربنا عوضك أحسن منها بفضل الله عز وجل ويخلف عليك، لأنك لن تكون أكرم منه. فأنت حينما تترك إكراما لربك سيكرمك غاية الإكرام. ونعرف ناس والله يا جماعة يعني كانوا يتخيلون أن لا حياة بدون القروض الربوية والبيع بالطرق المحرمة، وأن حياتهم اتبنت على كده، ولما نصحوا كان جواهم في خير، استجابوا، تعثروا في الأول، تلاقات امتحانات واختبارات نزلت عليهم، لكن سبحان الله تمسكوا فأفاقوا فانتبهوا فارتقوا فتميزوا فكانوا مثالا يحتذى والله. وأما من أصروا، والله يا أخواني أعرف أناس كانوا أغنياء جدا، كان يضرب بهم المثل في الغنى. تخيل البنوك عندها سبل للإغراء والإبهار وتسهيل الموضوع،
حتى أغروهم بقروض أكثر وأكثر، فدخلوا في تلك الحلبة المحرمة، فما الذي كان؟ فأكلت الأخضر واليابس. والله أعرف أناسا في مكان ما كانوا معهم ملايين وقت أن كان المليون هذا شيء، يعني أنا أحكي هذا المثال وأنا عمري تقريبا حوالي 20 سنة، كنت لسه شاب بدأ يعني بفكر التزم. الناس دي حاجة عالية جدا، زادوا عليوا 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 خالص بالربا، ثم سقطوا على رؤوسهم. والله شفت الراجل ده بيسأل واحد قدامي 10 جنيه عشان يجيب بها أكل العيال، والله لولا الخشية أو يعد تشهير لقلت، لكن لا 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 أستطيع أن أقول. فهذه أمثلة حية موجودة في أوساطنا. المهم هذا في الدنيا. طيب بعد أن يبعث كالمجنون الذي تخبطه الشيطان من المس، إلى أين يذهب به؟ نهاية المطاف، لأن اليوم الآخر يبدأ بالموت، القبر إما روضة أو حفرة، البعث، الحشر، العرض، الحساب، جنة أو نار، مش كده؟ إلى أين يبعث؟ اسمع هذا الكلام الجميل، يا رب سلم سلم يا رب. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. اسمع، ومن عاد مصر مش قادر يقلع مش قادر يبطل، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والعياذ بالله تعالى. أعظم يعني ما نقله السلف أن الوعيد الشديد الذي ورد في الربا من آخر المحرمات لم يرد في غيره. إذن أين أنت من هذا المعنى؟ فالخلاصة يا إخواني، هذه ومضات سريعة، الخلاصة نحن نحب الأهل والجيران والأصحاب والناس فيها خير وناس بتحب ربنا، وانتوا شايفين الواقع المرير، شايفين البلاء والغلاء والضغوط والأحوال والأجواء. يعني خذ العبرة، خذ العظة، وقل سمعنا وأطعنا، قل انتهينا ربنا، وبادر، والله لن تضيع، والله لن تضيع، والله لن تضيع. لكن الأمر يحتاج إلى جرأة وشجاعة حتى تكون قد أديت ما عليك. فمن جاءه موعظة من ربه، هي جت لك موعظة بالآية وبالحديث، قال الله، قال رسول الله، قال أهل العلم، وصلتك الموعظة، مستني إيه؟ خذ القرار ولا تخاف ولن تندم، والله ستربح الدنيا والآخرة بعون الله وتوفيقه. لذلك يعني لمحبتنا لأهلنا وجيراننا وأصدقائنا ومعارفنا ومن لا نعرف، هذا حتى لعموم المسلمين، ذروا ما بقي من الربا، عودوا إلى الله. الصور كثيرة والأشكال كثيرة، وطبعا تقسيمات الربا موجودة في أبواب الفقه وتكلم فيها العلماء. والربا ممكن يقول لك مثلا باختصار شديد قسم إلى نوعين، ربا الديون، تعرف العلماء بيقولوا عليه، وده ربا الجاهلية بتاع زمان، عارفين صورته إيه؟ إن هو ياخد القرض ويقول له مثلا موعد السداد بعد سنة في شهر كذا، فيجي في الشهر ده يقول له معلش أنا مش جاهز، مديني كمان شهرين، يقول له لا بأس، وروح مزود له إيه؟ زود له تاني نسبة تانية. يجي له بعد شهرين يقول له طيب ما كنت زودها كمان 3 شهور، يقول له ما فيش مشكلة زود، ماشي، فيزود. هذا ربا في الجاهلية، والله موجود بصوره في كثير من البنوك الآن، أنتم تعرفون ذلك، موجود في التعاملات بين الناس، عشان مش هنقوله بس المؤسسات فقط، لا موجود حتى بين الناس. في ناس مع الأسف أخبرنا بعض الثقات بيلفوا هنا في العملية وفي الأسواق بيدوا الناس قروض، ولما يجي وقت سدادهم معوش يقولوا ما فيش مشكلة وزود، ويزودوا وبيغرقوا الناس أكتر وبيغرزوا الناس أكتر وبيدمروا الناس أكتر. وطوابير القضايا عجائز وناس غلابة مساكين، يعني رجال الأعمال وما شابه رجال الأعمال والجمعيات التي يعني أفسدت في الأرض، عارفين بيعملوا إيه؟ بيلفوا على الناس في القرى وفي النجوع في أماكن أنا وأنت ممكن ما نعرفش نوصل لها،
وبيغروا الناس وبيسهلوا الأمور على الناس وبيحللوا ذلك للناس، بيروح للناس في الغيطان ويروح للناس في الحقول وما شبه ذلك. لذلك ما هو دورنا؟ لابد أن نتحرك لتحذير الناس من هذا وبيان خطورة هذا، والسكوت على ذلك خيانة للناس. من أجل ذلك أردنا أن نتكلم مع أحبابنا، لأننا نحبهم في الله ونخاف عليهم، ونحن على يقين من خلال الدليل الشرعي أن لا خروج مما نعاني إلا بترك هذا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قل هو من عند أنفسكم. الآيات في الباب كثيرة جدا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يرجعون يعني يبطلوا يتوبوا، ولو أقلعوا لرفع عنهم. لذلك يا إخواني دورنا عظيم، مسؤولية وأمانة وديانة أن تتحركوا لبيان ذلك للناس. النوع الثاني من أنواع الربا ينقسم إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. يعني إيش ربا الفضل وربا النسيئة؟ طبعا ده محتاج شرح فقهي طويل ويحتاج إلى وقت، لكن باختصار شديد ربا الفضل أن أنت تتبادل معاه الأنواع المحرمة التي وردت في الحديث وهي معروفة لنا جميعا بتفاضل بينها، يعني الذهب بالذهب مع زيادة، ده تفاضل اسمه محرم. قمح بالقمح مع تفاضل هذا محرم، ماشي. عملة بعملة زيها مع التفاضل هذا محرم. يعني مثلا يديله دولار وياخذ جنيه مع التفاضل في الزيادة هذا حرام. الحرمة فيه فيش؟ في أنه يتحول إلى نسيئة بعد ذلك. يعني نسيئة، يقول له مثلا ذهب بفضة أو دولار مثلا بريال، خلاص ما عندهاش مشكلة لو التفاضل بس، إن في النوع ده بيختلف عن ده، فيش مشكلة عندنا إن واحد يكون أكتر من واحد، بس الشرط الأساسي يدا بيد ها بها. لو حضرتك قلت له ذهب بفضة واتفقتما على زيادة طبعا في الذهب بس ما فيش تقابض في مجلس العقد، هذا ربا نسيئة لا يجوز شرعا. لكن لو يدا بيد ها بها ما فيش مشكلة. من ذلك القروض التي تعطى في يعني منطقتنا هنا، وهذا مشهور، مثلا زي الأرضية اللي بيدفعوها تجار الوكائل، يروحوا للناس في غطانهم مزارعين يقول له خد أرضية بشرط تجيب لي المحصول، يدي له جزء يسير، يدي له 5000 10000 20000 ويقول له هات المحصول، وياخد عمولة البيع، ويبقى الشرط الأساسي انه لازم يجيب المحصول. بهذه الطريقة هذا ربا، ربا صريح. شوف يمشي على القمح على الغلة على أي مزروعات. ليه بقى؟ لأن ده قرض جر نفع على صاحبه. لكن لو اديته أنت الفلوس كسلف حر قرض حسن دون أن تشترط عليه أن يأتي لك بالبضاعة، الأصل فيه الجواز، بس قل من يفعل ذلك. يعني مرة بقول لواحد منهم خليك صريح معايا، أنت بتدي لأي حد يجي لك قرض حسن ولا بتدي للي زارع بس؟ قال لي طبعا بدي للي زارع بس. قلت له دربة. طب أنا لو قلت لك لا عندي زرعة ولا عندي قلعة، وقلت لك أنا عاوز مبلغ على يعني وقت كذا أو موعد كذا، طبعا مش هيديني، يعني مش أنا كشخصي، لكن هو مش هيدي أي حد إلا إذا كان عنده زرعة. ففي هذا نية ومقصد وإرادة، هذا هو معنى الربا. يعني كل قرض جر نفعا على صاحبه فهو ربا صريح. عشان كده يقولوا الناس طيب إيه البدائل؟ عندنا 100 بديل شرعي والله العظيم، بس الناس اللي مصر ايه البديل الشرعي؟ ان انت تشتري منه بما يسمى بيع السلم. يعني نضرب مثال، عنده مثلا غله، بدل ما تديله اراضي الشرط عليه يجيب لك الغله، طيب ما تاخد منه 5 ارادب يفك ازمته، 10 ارادب تتفقوا على سعر ويدفع لك الثمن في مجلس العقد، ماشي، وتحددوا الوزن وتحددوا موعد التسليم. طلعت الغلة ما طلعتش الغلة، أنت مطالب أنت تجيب له غلة بالمواصفات المتفق عليها بالوزن المتفق عليه
زاد السعر والله ده رزقك انت، خس السعر ده قدره هو ويرضى، يفك ازمته من غير ما يربط نفسه. يمشي الكلام على الطماطم، يمشي على اي خضار، يمشي على اي حاجه، بس يكون بالضبط ده، حدد ونتفق ندفع الثمن في مجلس العقد، ووقت المحصول ناخذ منه. طيب مع محصول اكثر، والله لو حب يبيعه عندي بالعموله، العموله دي ما فيش حاجه اصلا، العموله في الوكاله اللي هي الدلاله ان انا بحط خضار عم الحاج مثلا يجيب لي الخضار بتاعه في الوكاله عندي، وانا ادلل عليه، وعندي الاضاءه وعندي المكتب وعندي العمال وعندي الرجل اللي بينادي وعندي مثلا الميزان، فانا بناخد عموله لجهدي وبذلي في الامر ده. لو اي حد جاي بيع عندي اخد دلاله البيع دي، ما فيش مشكله، حلال شرعا. لكن المشكله ان انت تدي له قرض وتلزمه ان هو يجي عندك، والا فلن نريد الاطاله. ولكن لو كان ثمة سؤال متعلق بالموضوع سيكون جيد بالنسبة لنا جميعا. طيب هتطلع بقى الأسئلة هي ما شاء الله. أنا أريد أن أشتري سيارة عن طريق البنك، والله لو كان هذا البنك يملك السيارة وتحت حوزته والبيع والشراء معه هو، وزاد السعر من أجل التقسيط بدون فوات تأخير، اشتري يا عم، ما عندناش مشكلة. شوف الدين يسر سهلة هي خالص، بس يكون البنك عنده السيارة ويحدد السعر الإجمالي ويقسطه لك على أشهر أو على سنوات حسب ما تتفق معاه، ما عندناش مشكلة خالص. مشكلة إمتى؟ لو هو ما عندوش سيارات، يقول لك طب ما تروح أنت شوف لي كده أي عرض أسعار عند أي حد كده وهات لي بس الفاتورة، وهو يروح رايح للتاجر يدفع له الفلوس كاش ويقول له حول الكمبيالات عليه في البنك. يبقى في الحقيقة ده خد فلوس على فلوس مش فلوس على سيارة. لكن لما اشتري منه هو ويملك السيارة ما عنديش مشكلة في ذلك. أسمع أنه لا يجوز شراء الذهب بالقسط وأنه يعد من الربا. هذا صحيح، زي ما قلنا الذهب إذا اختلف مع العملة، سواء تشتري بالجنيه بالريال بالدولار، تشتري ذهب يدا بيد ما عندناش مشكلة في نفس مجلس العقد. عايز كم جرام، عاملين كم مصنعتهم، اتفضل يدا بيد هاء بها. لكن هنقوله هناخد ذهب ونقصته، لا ما معكش، ما يلزمكش، تورطش نفسك. شيخ لعلة التحريم شيخ سؤال مسأل عنه على طول، علة التحريم ان هذا ربا صريح. اولا ليس فيها تقابض في مجلس العقد، وثانيا الأمر فيه نوع من أنواع الغرر قد يترتب عليه بعد ذلك، الأسعار والدنيا بتطلع وتنزل، كما هات وخد خلاص كل واحد ينصرف. هل وضع المال في بنك والانتفاع من الفوائد البنكية؟ نعم ربا، الفوائد المحددة المعروفة ربا صريح. عندك فتاوى مشايخ الأزهر القدامى، فتاوى أهل العلم الأفاضل، يعني شيخ الأزهر الأسبق الشيخ سيد طنطاوي عليه رحمة الله أفتى بحرمتها. مشايخ الأزهر القدامى تقريبا بأكملهم يقولون بحرمة فوائد البنوك محددة مسبقا. لكن لو في مضاربات شرعية أن البنك بياخد منك الفلوس وبيخش هو في مشاريع، والمشاريع معلومة وفي حاجات حلال والفوائد غير محددة مسبقا متغيرة، الأصل فيها الجواز إن شاء الله. أحبك الذي أحببتنا فيه. يقول اشتريت سلعة بالتقسيط ثم بعتها في نفس اليوم بسبب أزمة مادية، لكن بعتها لتاجر غير الذي اشتريتها منه، ده يسمى إيه في الشرع؟ اسمه التورق. يعني إيه التورق؟ يعني إن أنا مش قصدي السلعة، مش عايز التلاجة، مش عايز العربية، مش عايز الكوتش، أنا عايز فلوس. فبعمل إيه؟ بروح للتاجر أشتري منه البضاعة، التلاجة، العربية، يعني جهاز من الأجهزة، أي حاجة، وروح حرقها بره في السوق، بيسموه الحرق، مش كده؟ الحرق هذا فيه تفصيل. جمهور أهل العلم على أنه ربا. عمر بن عبد العزيز يقول هذا من أخية الربا، من شكرة الربا، لأن القصد مش السلعة. زي حديث دراهم دخلت بينهما حريرة، حافظين الحديث؟ فده خطر في الحقيقة. لكن يعني بعض المعاصرين كابن عثيمين وغيره يقول لو مثلا عندك كربة وعندك مصيبة مثلا، أو عندك ضرورة قصوى
مش عارف تتصرف، جاز لك أن تتعامل بالتورق، هو أفضل من القرض الربوي. طب لو ما لقيتش حد يديني حاجة وراح أبيعها بره، الضرورات تبيح المحظورات. يعني لو واحد مثلا حيموت لو ما عملش العملية ولم يجد من يعطيه قرضا حسنا، هذه ضرورة. لو أخذ قرض حتى يجري العملية لا حرج. واحد عليه شيك وحيتحبس، ولو ما دفعش مثلا بكرة حيتحبس، دور على قرض حسن ما لقاش، هو لا يطيق الحبس، وسيدع مثلا الأبناء والأسرة والمشاكل تزيد والديون تزيد، جاز أن يقترض لسداد الدين حتى لا يحبس، لأنه لا يطيق الحبس إذا كان بيقين. ماشي، بس مش لأي حد. ومن تورع فهذا ولا شك أفضل وأحسن له في الدنيا والآخرة. البيتكوين محرم شرعا، مبني على الغرر، هذه جهات خبيثة غير معلومة حتى اللحظة، والزيادة والنقصان كالقمار. وأهل العلم، نعم، ناهيك عن التقابض، هي أصلا محرمة غير معلومة المصدر، وليس لها رصيد أصلا، محدش عارفها أصلا منين ولا عارف صحابها. موظف حكومة مرتبه من بنك مصر، والبنك بيعمل معارض لبيع سلع معمرة وسيارات وغيرها، إذا كان البنك هو الذي يشتري هذه السلع يقوم ببيعها لعملائه لا حرج إن شاء الله. رجل عنده أرض، داعي علي ده دي ده مش واضح الخط، برسيم لما بيحصل يستلم برسيم من جاره لما يحصل ويرد الربا. يعني هي الأصناف الخمسة المشهورة، الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر، التي ورد فيها النص، كثير من أهل العلم يلحق بها ما اشترك معها، لكن مثل هذا الأمر أظنه خارج عنها لأنه ليس قوتا بالنسبة للأدمين. يعني لو اشترى أحد سلعة بالقسط من أجل البيع كان لتوفير أموال لظروف، هو نفس التورق الذي مر بنا. وهل الضامن ويعلم أنه سوف يقوم بالحرق لا لا يشهد له ولا يعاونه على ذلك؟ ده حنقوله عند الضرورة بقى هو يقدرها بقدر. يعني ماذا يفعل؟ هو بدأت البشائر تهل، من أخذ قرضا ويريد التوبة، ما شاء الله جزاكم الله خيرا، اعقد العزم على التوبة. إن كان بإمكانك أن تتخلص من القرض الآن تخلص. طيب ما أقدرش ودي أقساط أنا بسددها، سدد الأقساط مع النكارة القلبية وعقد العزم إن أول ما يجيلك فلوس تخلص القرض تخلصه، وإن شاء الله التوبة تجوبه ما قبلها. يعني شوفوا هذا المثال، مثال عجيب، هو اشترى يبدو سلعة أو سيارة بالقسط وموعد السداد حل وهو ما معهوش، فطلب مهلة من الرجل قال له تستناني 4 شهور، فالتاني قال له لا أنت كده هتخسرني، قال له لا بس استناني وأنا هزودك، ودنك منين يا جوحة؟ ما هي دي هي ده، يبقى ده ربا صريع. لكن لو أنت هو صبر عليك وأمهلك وجاء موعد السداد الآخر، تعطيه أصل المال وتعطيه من نفسك زيادة بدون شرط ولا استشراف منه لا حرج في ذلك، لكن أن أنت تشترط وهو يشترط يبقى ربا على طول. وبعدين خليه عندي يعني هذه طريقة ربوية، يعني طريقة بس يعني لا لا أنا أسألك سؤال. الأخ خميس بيقول إن البنك بيروح لبعض المحلات يقول له أنا أشتري كل البضاعة اللي عندك خليها عندك ويدي له فلوسها، وماذا بعد؟ يعني بيبيع ويورد للبنك بعد كده بيتعامل معاه نفس طريقة الربوية.
لو بيبيع وورد للبنك ما عندناش مشكله، البنك اشترى البضاعه وانا وكيل عنه. لا يا بقى ده لف ودوران، لف ودوران لا تجوز طبعا حيل. طيب احنا يعني الاسئله كثيره، ارانا قد اطلنا، نكمل ان شاء الله الاجابه عنها في المره القادمه. لا الجمعيات ما فيش حاجه ان شاء الله، ان شاء الله ما فيش حاجه. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.